ادرسها الترم ده. خلينا نرجع تاني للسلايد اللي كنا بنتكلم فيها. قلنا ان احنا بنقسم المساله لمسالتين تو دايمنشن، واحده هورزونتال الاينمنت اللي بيبان فيها المنحنيات الافقيه، واللي بنشوف بيها بقى في عوائق ولا لا، ونقدر نتجاوز العوائق دي ازاي، هل هنحتاج لعمل صناعيه زي كوبري او نفق. الفيرتيكال الاينمنت اللي هي البروفايل، اللي هو بيبقى قطاع طولي في الطريق عند السنتر لاين بتاعه، فبيبان فيها المنحنيات الرأسية. وعشان نبدأ سواء المسألة دي أو المسألة دي، أول حاجة بنبدأ بيها حاجة اسمها الستيشنينج، أو إن أنا يبقى عندي محطات، بقسم الطريق عندي لمحطات. طول الستيشن زمان زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت، زمان كان طول الستيشن بيبقى في حدود ال 30 متر اللي هم 100 فيت، لأن الناس طبعا الأول كانت بتعمل مساحة بأجهزة تعتبر يعني أقل في الدرجة من اللي موجود دلوقتي. احنا دلوقتي عندنا توتال ستيشن، وعندنا تيوبليت، وعندنا اجهزه كتير متقدمه بنقدر نستخدمها. فكانوا زمان بيشتغلوا بالشريط وبالبوصله، فكان دايما المحطه طولها طول الشريط. دلوقتي بسبب البرامج اللي احنا بنستخدمها الجديده، انت تقدر تعمل طول ستيشن زي ما انت عايز، تقدر تعمله 10 متر، تقدر تعمله 20 متر، تقدر تعمله 25 متر، تقدر تعمله 50 متر، على حسب الكلاس بتاعت الطريق اللي انت بتستخدمه. لكن عموما لما بنقول لك ستيشن ونسكت، ما بنقولكش طول الستيشن كام. لو قلنا لك كده في مسألة ولا حاجة، فأنت بتتعامل مع الستيشن على إن هي 100 فيت، والرقم اللي مكتوب قدامكم اللي هو 12 بلس صفرين، نقصد بيه الستيشن الصحيحة عددها 12 وكسر الستيشن صفرين، فالستيشن طولها 100 فيت، فيبقى معنى كده إن الستيشن الصحيحة 12 ستيشن. يبقى إحنا نقصد بالكلام ده إن الطول من بداية الطريق لحد النقطة اللي احنا بنتكلم عنها الستيشن بتاعتها 12 بلس صفرين، هو طول 1200 فيت، وده جاي من ان طول الستيشن الواحد زي ما قلنا 100 فيت او 30 متر. طيب الستيشن بتبان فين؟ الحقيقة بتبان في المسألتين، يعني بتبان في الهوريزونتال الاينمنت وبتبان كمان في الفيرتيكال الاينمنت. بالنسبة للهوريزونتال الاينمنت، الستيشن بتبقى ماشية مع الطريق ايا كان شكله. الطريق لما ينحني الاستيشن بتمشي على المنحنى، الطريق لما يمشي خط مستقيم الاستيشن بتمشي على الخط المستقيم، ونيجي كل مسافه استيشن بنعمل علامه بالعرض زي العلامه اللي انتم شايفينها على الخط الاحمر اللي في النص. بالنسبه للفيرتيكال الاينمنت، الطريق بيطلع وبينزل، يعني في مناسيب وارتفاعات وانخفاضات، لكن طول الطريق نفسه بيتاخد على الجزء المستقيم مش على المنحنى لو عندنا منحنى راسي، لانه ده مش تغير في المسار، مش تغير في الطول. الاستيشن بتبقى معتمده على طول المسار، ده مش تغير في الطول، ده تغير في المنسوب. فدايما في الفيرتيكال الاينمنت الاستيشن بتبقى على الخط المستقيم وليس المنحنى. طيب احنا لما نيجي نشتغل في الجيومتريك ديزاين اللي هو الجزء الخاص بالابعاد، هنتعامل مع ايه؟ هنتعامل مع كذا حاجه. هنتعامل مع السايد ديستنس، هنتعامل مع الكروس سكشن اللي هو القطاع العرضي، هنتعامل مع الهوريزونتال الاينمنت وتفاصيله، وهنتعامل مع الفيرتيكال الاينمنت وتفاصيله، والمفروض كمان الانترسكشنز وتفاصيلها. هنبدا النهارده نتكلم على اول حاجه اللي هي السايد ديستانس، لانه السايد ديستانس هتبقى بتحكمنا في كل حاجه بنشتغل فيها بعد كده. ماشي؟ فلو ابتدينا نتكلم على ايه هي السايد ديستانسز او مسافه الرؤيه المفروض تتوفر على الطريق في التصميم للسائق او لليوزر، فاول حاجه هنعرفها زي ما قلنا كده، انا عشان اوفر طريق اصمم طريق يبقى فيه عناصر امان، لان احنا لما قابلنا في المحاضره اتكلمنا ان الامان هنا مش امان بالنسبه للاحمال وطبقات التربه بس وطبقات الطريق، لا، احنا الامان هنا نقصد بيه الامان ما بين الفيكلز المتحركه وبعضها، لان هم لو اصطدموا ببعض ممكن يعملوا مشكله كبيره، ممكن يعملوا حوادث. فيبقى احنا عايزين نوفر عناصر الامان في الطريق، يبقى لازم يبقى في مسافه رؤيه واضحه قدام السائق، يبقى شايف قدامه كويس بحيث ان هو يلحق يتوقف، لو كان في عائق قدامه يلحق يتوقف قبله، لو كان في مش عائق، عائق بنقصد بيه دايما عائق ثابت او متحرك بس حاجه ظهرت فجاه ولازم يتوقف قبل ما يوصل لها. ماشي؟ اما بالنسبه للعربيات او المركبات المتحركه، لو هو مثلا عايز يتجاوز او يتخطى عربيه بطيئه قدامه، فلازم يكون قدامه مسافه رؤيه كفايه تمكنه من انه يعمل كده. فبيقول لك الكلام ده، وبالانجليزي كده بنقول the distance that the driver can see ahead at any specific time، لازم ابقى شايف قدامه كويس مسافه تخليه في اي وقت يبقى عنده قدره على انه يتفادى حدوث الحوادث.
وبيقول لك ان المسافه دي لما نيجي بقى نقسمها يبقى يقول لك دي must allow sufficient distance for a driver to perceive, react and stop, swerve, overtake, etc when necessary. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه انت لما بتشوف عائق على الطريق اول حاجه لازم الاول تبتدي perceive. يعني ايه؟ يعني تفهم، تستوعب، ماشي، تاخد بالك ان في عائق وتبتدي تعمل اناليسز اللي ده في دماغك، وتبتدي بعد كده بيرسيف بعديها على طول رياكت، تعمل رد فعل. رد فعل اللي هو ايه؟ لو انا العائق ده ثابت او حاجه طلعت قدامي على الطريق فجاه، حد طلع بعجله وقف اتسمر قدامه قدامي وما اتحركش، لازم اقف قبل ما اخبط فيه. فبيقول لك عشان كده بيرسيف رياكت اند ستوب. سويرف اللي هي يعني نعمل مناوره، يعني ممكن مثلا المسافه لحد العائق ما تكفنيش فهعمل مناوره واروح في حاره ثانيه. او اوفرتيك اللي هو لما يكون قدامي عربيه بطيئه وانا عايز اتخطاها، ماشي. فوات ايفر كان الموقف لازم يكون متوفر عندنا مسافه رؤيه كفايه تخلينا اننا نقدر ناخد قرار. الاول نستوعب ايه وجود العائق اللي قدامنا، وبعدين ناخد قرار، وبناء على القرار ده نبتدي نعمل رد الفعل بتاعنا. طيب نبص كده على الرسومات اللي قدامنا. على سبيل المثال مثلا الرسمه اللي فوق، لو انا ماشي على منحنى، تمام، وزي ما انتم شايفين كده المنحنى طبعا المسار بتاعه منحني، لكن خط النظر بتاعنا عاده بيكون خط مستقيم. فلو خدنا بالنا كده من الخط اللي جاي من العربية الأولانية لحد العربية التانية، ده مفروض يكون خط النظر بتاع السائق. عشان في أشجار، ماشي، شايفين الشجرة اللي معترضة خط النظر دي، ممكن يكون في شجرة ومش بالضرورة تكون شجرة، يعني ممكن يكون في أي عائق من أي نوع، يكون في مبنى قريب من الطريق، يكون في سور عالي، يكون في أي حاجة تعوق خط نظر السائق. فالحقيقة لما نيجي نصمم المنحنيات لازم ناخد بالنا من الحكاية دي، وناخد بالنا من إيه؟ من المسار، المسافة ما بين المسار المنحني والمسافة ما بين خط النظر اللي هو معمول بخط مستقيم كده ما بين العربيتين. فهتلاقوا في النص كده خط عمودي كده ومعمول عليه سهمين، وبنسميه الميدل اوردينيت ديستنس. ده مكون من مكونات المنحنى. لما نيجي ان شاء الله ناخد المنحنيات الافقيه هناخده، وناخد بيتحسب ازاي بناء على نصف قطر المنحنى والزاويه المحصوره ما بين القوس، ونشوف ان ده بناء على السايد ديستنس ممكن نقدر نغير في نصف قطر المنحنى بناء على الميدل اوردينيت ده، لو محتاجين سايد ديستنس اكبر، لو في عائق هنتصرف ازاي وكده، تمام. نبص كمان على الرسمه اللي تحت على الشمال. ده تقاطع uncontrolled. يعني ايه uncontrolled؟ يعني ما فيهوش اشارات. يعني طالما ما فيش اشارات يبقى الموضوع بيعتمد على ان انا اشوف الناس اللي جايين في التقاطع. يعني لو انا ماشي من تحت لفوق في الاتجاه اللي في بالنسبه للرسمه اللي قدامنا، يعني من تحت لفوق، لو سميناه from south to north، وجاي في عربيه هي اللي لونها برتقاني جايه from east to west من الشرق للغرب، وفي عربيه ثانيه اللي لونها ازرق جايه from west to east. انا لازم يكون عندي مسافه كفايه عشان اقدر اشوف العربيتين، عشان اقدر احدد هل المسافه تكفيني ان انا اللي اعدي ولا هم اللي يعدوا الاول، فلازم اكون ايه شايفهم. فتخيلوا لو في مباني على الجزء اللي حوالين التقاطع ده، هنا السرعات هنضطر ان احنا نقللها جدا كسرعه تصميميه، عشان ايه؟ عشان المسافه الرؤيه المتوفره بتكون قليله، فكل ما كان السرعه اقل كل ما السائق لو في عائق احتاج مسافة أقل عشان يتوقف فيها. وبالتالي في حاجات كتير جدا من شغلنا واحنا بنشتغل هنلاقي داخل فيها موضوع السايد ديستانس، فالمفروض اننا نعرف ازاي نحسبها بدقة. خلينا نبص في الصورة اللي موجودة عندنا هنا كمان. عندنا صورة، الصورة اللي على الشمال تحت دي الصورة جوه نفق، ماشي، وبالتالي انا عندي جدران قائمة بطول النفق كله، وكذلك داخل النفق في منحنى، تمام. بتتخيل انت كمهندس لما يكون انا بالشكل ده، فالمسافه المتاحه قدامي للرؤيه مسافه تعتبر قليله نسبيا. بتتخيل لما نيجي نحط السرعه التصميميه لنفق زي كده،
هل بتتخيل السرعة التصميمية هتكون سرعة عالية يعني يسمح للعربيات تمشي بسرعات كبيرة، ولا هنضطر لما يكون الشكل زي اللي قدامنا ده ان احنا نقلل السرعات شوية؟ انا عارفة ان انتوا عاملين ميوت، بس اكيد يعني ريزنابلي كده وبالسنس، لما يكون عندي حاجة بالشكل ده ومش متوفر مسافة رؤية، فانا اكيد كديزاينر هحط سرعات قليلة عشان اسمح للسائق لو لا قدر الله في عربية اتعطلت غصب عنها في النفق، ماشي، في الحارة اللي موجودة جنب الجدار فاحنا مش شايفينها، ماشي. خلي بالكو اكتر حارة كريتيكال هي بتبقى الحارة الداخلية، تمام، في الحارة الداخلية اللي جنب الجدار وتعطل، فاحنا لو ماشيين بسرعة طبعا مش هنلحق نفاديه، فاكيد في حاجات زي كده السرعة التصميمية هتتغير. طيب انا بقى عشان نعرف بقى العلاقة ما بين السرعة التصميمية وما بين نصف القطر وما بين السايد ديستانس وكلام من ده، لازم مبدئيا كده في البداية خالص نعرف ايه هي انواع السايد ديستانسز اللي احنا محتاجين اننا نعرفها عشان نقدر نعمل الديزاين بتاع الطرق بتاعتنا. اول حاجة حاجة اسمها الستوبينج سايد ديستانس، او ساعات بيسموها الابسوليوت مينيمم سايد ديستانس، اسمها اس اس دي، ستوبينج سايد ديستانس، مسافة الرؤية للوقوف، انه الشخص او السائق يتوقف تماما، يوصل للسرعة صفر، ماشي. ودي امتى؟ لما يكون عندنا اوبجكت ان ذا رود واي. يعني ايه اوبجكت؟ حضرتك ماشي كده في امان الله، لقيت ماشي على الطريق، لقيت لا قدر الله بعد الشر حادثة وعربيتين مقلوبين، خلاص هم موجودين في بحر الطريق، يعني هم they are blocking the way، يعني انت لازم قبل ما توصل لهم باذن الله تتوقف قبلهم، والا لا قدر الله بعد الشر مش هيبقوا عربيتين بس، ماشي. بلاش كده، شجره في عاصفه وشجره وقعت على الطريق، وات ايفر، عائق موجود في قلب الطريق والعائق ده موجود سادد مسار الحركه، ففي الحاله دي لازم السائق يتوقف تماما قبل ما يوصل العائق، ماشي. فدايما بنعمل ايه؟ بنحسب مسافة الرؤية للتوقف على حسب السرعة التصميمية كام، وبنحاول واحنا بنصمم انها تكون متوفرة على كل اجزاء الطريق، تمام؟ طيب ايه كمان؟ طبعا احنا هناخد دي ونتعلم مع بعض نحسبها ازاي، بس عايزين نعرف ايه هي انواع مسافات الرؤية الاول قبل ما ناخد كل واحدة فيهم بالتفصيل وناخد المعادلات اللي هنحسبها من خلالها. تاني مسافة من مسافات الرؤية، مسافة السيف overtaking or passing side distance. هي ايه بقى الـ passing side distance دي؟ انا ماشي في طريق والطريق ده فيه عربيات، والطريق عبارة عن two way two lane. يعني ايه two way two lane؟ يعني الطريق عبارة عن حارتين فقط، وكل حارة اتجاه، يعني حارة في الاتجاه ده وحارة في الاتجاه المعاكس، ومش مفصول في النص، ما هوش ديفايد، تمام؟ وجينا الصدفة ان انا ماشي، لو انا ماشي في الحارة بتاعتي والعربية اللي ماشية اللي قدامي ماشية بسرعة كويسة وانا مش متعطل وراها، خلاص ما فيش مشكلة. لكن حد مثلا، حد عجوز، حد كبير في السن، حد طبيعته ان هو بيحب يسوق على مهله، ماشي، وانا مستعجل او ورايا شغل او متأخر على محاضرتي او متأخر على شغلي او وات ايفر، فانا عايز اعمل overtaking او passing، ماشي. ايه بقى المسافه المطلوب انها تكون متوفره على الطريق بحيث ان انا اعمل سيف اوفر تيكنج من غير ما يبقى في مشاكل بالنسبه لي من الطريق المعاكس، لان الطريق اللي قدامي طريق عكس الاتجاه، ففي عربيات جايه في وشي، ماشي. فدي اسمها الباسنج سايد ديستانس، وهنتعلم مع بعض برضو نحسبها بالتفصيل النهارده ان شاء الله. اخر حاجه، حاجه اسمها السيف سايد ديستانس فور انترنج ان كنترولد انترسكشنز، زي الصورة اللي كنا شايفينها من شوية لما كان في تقاطع وفي عربية جاية من اليمين وفي عربية جاية من الشمال، والدرايفر المفروض ان هو ماشي من الجنوب للشمال، تمام؟ فالحاجات اللي زي دي لازم نحدد مسافة الرؤية المتاحة على التقاطع قد ايه، وبالتالي السرعة التصميمية عند التقاطع قد ايه، وبالتالي لو عندنا عدد من التقاطعات داخل مدينة فالسرعة المتوسطة للمدينة دي عشان الناس تستخدم العربيات داخلها بسرعة آمنة هتكون كام؟ فدي برضو هنتكلم مع بعض عليها. طيب عشان نحسب السايد ديستنس، احنا اتفقنا ان احنا هناخد معادلات نقدر نحسب بيها السايد ديستنس دي، وان احنا ان شاء الله لما نيجي نعمل التصميمات بتاعتنا
نوفر المسافة دي على السيجمنتس بتاعة الطريق أو أجزاء الطريق. يعني هي حبكة تيجي هنا دلوقتي، حد بيبيع حاجة. هستنى دقيقتين كده قبل ما يمشي، فلو انهم بيحبوا يقفوا هنا تحت الشجرة. ايه هي الكريتيريا بقى او المحددات اللي بناء عليها انا بحسب قيمة السايت ديستانس؟ اول حاجة ارتفاع خط نظر السائق، الدرايفرز اي هايت. احنا بناخد ارتفاع خط نظر السائق بتاع العربية الملاكي اللي هو قد ايه؟ تقريبا متر، اللي هو كام؟ 3.5 فيت. طب ليه بناخد ارتفاع خط نظر سائق الملاكي وما بناخدش ارتفاع خط نظر سائق الجامبو؟ ولا احنا مش قلنا ان في عربيات كتير، الجامبو ولا النقل ولا الاتوبيس؟ ماشي. الحقيقه العربيات دي اللي جبنا سيرتها دلوقتي، العربيه الجامبو واللي هي احنا بنسميها سنجل يونت تراك، والباص الاتوبيس والمقطوره العاليه دي، هما ارتفاعهم عالي وبالتالي هما بيبقوا كاشفين الطريق اكتر من سائقي العربيه الملاكي. وبالتالي احنا كمهندسين مدني اتعلمنا من اول لما دخلنا مدني ان احنا بنصمم دايما على الورست كيس سيناريو، على اكتر حد كريتيكال. فاكتر حد كريتيكال هو مين؟ سواء العربيه الملاكي الغلبان اللي قاعد في عربيته يا دوب ارتفاع خط النظر بتاعه ايه؟ في حدود المتر، هو ده اللي مش شايف كويس لان بيكشف على قد ارتفاع خط النظر بتاعه. انما الراجل بتاع سواق النقل ده ربنا كرمه وهو عالي جدا، فلو انت سايق انت كاشف من الطريق 100 متر ولا 150 متر ولا 200 متر على حسب حاله الطريق، هو يبقى كاشف قدك 4 5 مرات. تمام. فكده هناخد درايفرز اي هايت على الباسنجر فيكل اللي هي عربيه العربيه الخاصه، يعني بيساوي 3.5 فيت اباف سيرفيس. الهايت اوف اوبجكت ان ذا رود واي، احنا قلنا محتاجين نحسب مسافة الرؤية للتوقف لما يكون في عائق في الطريق. احنا امتى نعتبر العائق عائق؟ قالك لما يبقى ارتفاعه 2 فيت في حدود 60 سنتي. ماشي. لان لو العائق ارتفاعه اقل من كده هتعتبره مثلا زي مطب ولا حاجة، لكن الهايت اوف اوبجكت عشان يعتبر عائق ارتفاعه في حدود ال 2 فيت. الهايت اوف اوبوزنج فيكل، يعني ايه اوبوزنج فيكل؟ لما نيجي نشوف موضوع مسافة الرؤية للأوفر تيكينج أو الباسنج، العربية اللي جاية في الاتجاه المقابل، لو احنا بنتكلم على طريق تو واي تو لين، هي عبارة عن 3.5 فيت. ماشي. وبرده هنا احنا بناخد العربية اللي هي ايه؟ أقل حاجة، لأنه العربيات الكبيرة هتبقى باينة أكتر أكيد. طيب الشكل اللي قدامنا كده، لو احنا عندنا فيرتيكال كيرف، كريست فيرتيكال كيرف اللي هو المنحنى المحدب. ماشي. وبنحاول ان احنا نمثل لك شكل اللاين اوف سايت. احنا طبعا لما نيجي نصمم الفيرتيكال كيرف ان شاء الله، اما نيجي نحسب ال بتاعت الكيرف، طول الكيرف قد ايه، هنحسبه بناء على قيمه السايد ديستانس اللي تخلي اي حد ماشي على الكيرف شايف العربيه اللي قدامه لو في عربيه لا قدر الله اتعطلت او وقفت، بحيث ان هو يقدر يتوقف قبل ما ايه؟ ما يصطدم بيها. برضه نفس الحكايه على الفاكتور اللي هو المنحنى المقعر. ماشي. بس المعادلات هتختلف لانه الهيد لايت بنحسب المسافه هنا على مسافه الرؤيه الليليه، لان المشكله دايما بتبقى بالليل، فالموضوع بيتعلق شويه بارتفاع البيم لايت بتاعه العربية، الكشافات بتاعة العربية. طيب عايزين بقى نحسب الستوبنج سايد ديستنس، فهي بتنقسم لمسافتين. لما نيجي نبص على أي حد كده ظهر فجأة عربية قدامي متعطلة أو عائق أيا كان، مش عايزين نقول حادثة تاني خلاص، فأقل مسافة بقى من طول الطريق اللي السائق هيتوقف فيها قبل ما يصطدم بالهدف ده بالأوبجكت بتبقى عبارة عن إيه؟ مسافتين اتنين. أول مسافة اسمها البريسبشن أند رياكشن ديستانس،
يعني ايه بريسبشن اند رياكشن؟ مجرد ان هو يبتدي يشوف فيستوعب ان في قدامه عائق، فيستوعب انه ياخد قرار انه لازم يقف، فيبتدي هيدوس فرامل ماشي. وبعدين طبعا هو عبال ما يستوعب الكلام ده، طبعا كلكم بتقولوا اكيد الكلام ده بيحصل يعني في اجزاء من الثانيه ولا ثانيه ولا كلام من ده، الحقيقه رد الفعل بيختلف من شخص لاخر. في ناس لماحه وسريعه وسريعه التصرف فبتاخد وقت قليل قوي، لكن حتى الناس السريعه واللماحه دي الثواني او اجزاء الثواني دي بيكون مشي فيها مسافه، وخصوصا لما بيكون ماشي بسرعه عاليه. فعندنا اول مسافه اسمها مسافه استيعاب واتخاذ القرار، وبعد كده عندنا البريكنج ديستنس مسافه الفرمله، من اول ما تدوس على الفرمله لحد ما تتوقف تمام، العربيه مشيت قد ايه ماشي. فنبتدي نتكلم على اول مسافه فيهم اللي هي البريسبشن رياكشن ديستنس. زي ما قلنا كده دي المسافة اللي العربية بتمشيها أثناء ما السواق ابتدى يستوعب الموقف ويفهمه ويستوعب إن هو لازم يقف وياخد القرار بالوقوف المفاجئ. فقال لك إحنا طبعاً قلنا لكم المرة اللي فاتت إن المعادلات اللي بنستخدمها عندنا معظمها معادلات وضعية empirical equations. يعني إيه empirical equations؟ يعني معادلات تم استنتاجها من الخبرة والتجربة، ووجدوا إن المعادلات دي هي اكتر حاجه بتقدر تحسب لنا بيها الحاجه اللي احنا عايزين نحسبها تمام. في المعادلات الوضعيه عاده هتلاقي فيه ثابت زي الثابت اللي قدامنا، قال لك ان دي 1 بتساوي 1.47% في تي. ال 1.47% دي حاجه ثابت المعادله، وثابت المعادله عاده بيتعلق بوحدات المعادله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما نغير الوحدات احنا هنلاقي المعادله هنا بتقول لنا ال V هي السرعه تصميميا ديزاين سبيد بالمايل بير اور، ميل لكل ساعه تمام. ال T هو البريسبشن رياكشن تايم وقت الاستيعاب واتخاذ القرار ماشي بالثانيه، وقال لك بنحطه دايما 2.5 ثانيه تمام. جت من 2.5 ثانيه دي هنقول دلوقتي جت من كتاب الاشتو اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت ماشي. ال D1 هي مسافة الـ Perception and Reaction Distance، وبتطلع هنا في المعادلة دي بالفيت. طب الوحدات لو اتغيرت إيه اللي هيحصل؟ ثابت المعادلة هيتغير تمام؟ طيب هنقول لكم الوحدات. طبعاً إحنا في مصر بنستخدم الأطوال بالمتر، وبنستخدم السرعات بالكيلومتر بير أور، كيلومتر كل ساعة ماشي؟ فهنقول لكم المعادلة هتتغير هيكون شكلها ايه دلوقتي، بس خلينا الاول نبص على موضوع البريسبشن ورياكشن تايم دي جت منين. ليه 2.5 ثانية؟ في ناس فينا ما شاء الله يعني زي ما قلنا كده بياخدوا قرار اسرع من كده، ده في ناس بتاخد قرار في جزء من الثانية ماشي. الحقيقة ان ال 2.5 ثانية جت من الاشتو جرين بوك، اعتقد ان انا كلمتكم عنه المرة اللي فاتت، الكتاب بتاع الاشتو، وهو ريكومنس 2.5 ثانية، وبيقول لك ان this is adequate for conditions that are more complex than the simple condition used in laboratory and road tests. انه هم لقوا ان لما كانوا بيعملوا اختبارات في المعمل على سيميوليتور، ولا كانوا بيعملوا اختبارات على طرق اختبار سكشن تست سكشن، يعني لقوا ان الناس بتتصرف اسرع من كده، وممكن يكون في ناس فعلا بتتصرف اسرع من كده، بس هم لقوا ان المتوسط كزمن يتوافق مع كل الاشخاص بقدراتهم الاستيعابيه المختلفه هو 2.5 ثانيه. طيب هو الكلام ده جاي منين بقى؟ يعني 2.5 ثانيه دي جت منين؟ في حاجه كده اسمها البي اف ثيري. هي ايه البي اف ثيري؟ هو بيقول لك بيرتب لك بس يعني الدنيا ماشيه ازاي في عقل البني ادم. فبيقول لك انه التوتال رياكشن تايم بتاع اي سواق بيبقى عباره عن اربع مراحل الحقيقه، وال 2.5 ثانيه دول متقسمين ما بين اربع مراحل مختلفه. اول حاجه اسمها البرسبشن. برسبشن يعني ادراك، ادراك حسي. يعني ايه ادراك حسي؟ شفت بعيني عائق تمام، سمعت بودني صوت كبير اصطدام عربيتين ببعض ماشي، فكده استخدمت حاسه من حواسي ادراك حسي في لحظه كده ان في عائق خلاص
ماشي. وبعدين انتلكشن نبتدي نفكر خلاص في عائق يعني في مشكله. وبعدين ايموشن انفعال او احساس ان انا ايه لا ده كده انا في عليا خطر تمام. وبعدين فوليشن اللي هو اراده او اختيار اللي هو ايه الاختيار قرار. يعني الاثنين ونص ثانيه دول مش بيحصل فيهم حاجه واحده بس، بيحصل فيهم اربع حاجات. هي دي نقطه بس بنفهمك نفسيا الشخص اللي بيبقى في العربيه سائق يعني بيفكر ازاي وبيحس بايه ماشي. بس ايفنشولي كل اللي عايزينه منك انك تفهم ان احنا بنحط 2.5 ثانية في زمن البريسبشن اند رياكشن ماشي. دي حاجة كده بتصور قصة البريسبشن اند رياكشن، في دافع او مؤثر بتقدر عن طريقه تدرك ان في مشكلة فبتروح لعقلك، عقلك يبتدي يفكر، بعد كده يحس ان في خطر فيعمل رد فعل. طيب البريكنج ديستانس، احنا قلنا ان البريسبشن اند رياكشن ديستانس 1.47 بي في تي لو كانت وحدة بسرعة مايل بر اور، ولو كانت المسافة اللي هنحسبها بالفيت ماشي. البريكنج ديستانس هي ايه؟ البريكنج ديستانس بقى مسافة الفرملة. فقال لك دي المسافة اللي المركبة بتمشيها من لحظة ما حضرتك دوست على الفرملة او السائق يعني داس على الفرملة لحد توقف المركبة تمام تمام. دي بتتأثر بإيه؟ حاجات كتير. أول حاجة معامل الاحتكاك بين سطح الأسفلت وإطارات المركبات. السطح والعجل معامل الاحتكاك بينهم قد إيه؟ تاني حاجة سرعة المركبة المتوسطة، يعني هي ماشية بسرعة قد إيه؟ تالت حاجة ميل الأرض. حضرتك عارف طبعًا أكيد كمهندس يعني ان لما يكون في ميل في الطريق، يعني لو الميل اعلى ففي مركبه وزن عكس اتجاه الحركه، ولو الميل لاسفل لو الميل صاعد هيبقى في مركبه وزن عكس اتجاه الحركه، ولو الميل هابط هيبقى في مركبه وزن زياده مع اتجاه الحركه ماشي. فالميل هيأثر في موضوع البريكنج ديستانس. طيب الشكل اللي قدامنا دلوقتي بيبين مجموعة القوى المؤثرة على السيارة والمقاومات اللي بتقاومها، مقاومة الرياح ومقاومة الاحتكاك والوزن بتاعها ومركبة الحركة بتاعتها اللي هي جاية من المحرك السيارة. مش هنحاول نضايقك قوي بإن أنت تفصص كل القوى دي ولا تتعب نفسك فيها ماشي. وهنقول لك المعادلة على طول اللي بتقول إن دي 2 أو مسافة الفرملة هي بتساوي V1 تربيع ناقص V2 تربيع على 2G مضروبة في قوس A على G بلس أو ماينس G. إيه بقى الكلام ده؟ V1 تربيع V1 نقصد بيها السرعة لحظة ما أنت شفت العائق، لحظة ما السائق شاف العائق، هو كان ماشي بسرعة 90 كيلو مثلا ماشي أو بسرعة 70 ميل بر أور تمام. V2 السرعه في نهايه المسافه، يعني ايه نهايه المسافه؟ احنا قلنا هيتوقف، المفروض V2 تبقى في صفر، لو ربنا اكرمه الحمد لله وتوقف قبل العائق يبقى المفروض V2 فعلا بصفر، وساعتها هيبقى ماشي مسافه البريكنج ديستانس كامله. لو لا قدر الله المسافه اللي موجوده ما كفتهوش ان هو يتوقف قبل العائق فهي هتبقى سرعه الاصطدام بالعائق وتبقى كان العائق ماشي. عادة لما بنكون بنحسب side distance stopping side distance عشان التصميم فاحنا دايما بنحط V2 بصفر ماشي. الجي سمول هي عجلة الجاذبية الأرضية ماشي، والA هي معدل الديسيليريشن معدل التباطؤ. الA على جي بتمثل معامل الاحتكاك أو الكوفيشنت اوف فراكشن. الجي كابيتال هي الميل ومحطوط قدامه موجب او سالب، لانه لو هو صاعد هيبقى الميل بالموجب، لو هو هابط هنعبر عن الميل بالسالب تمام. وده طبيعي، كل ما احنا قلنا لما يبقى عندنا مركبه وزن فهي هتساعد في ان المسافه تكون اقصر، لما عندنا مركبه وزن عكس اتجاه الحركه لو الميل صاعد فهي هتساعد في ان مسافه التوقف تكون اقصر لان هي بتقاوم الحركه صح ولا لا. فلما تبقى موجوده في المقام وبالموجب يبقى احنا هيطلع لنا مسافه رؤيه مسافه رؤيه الستوبنج سايد ديستانس اقل
لو الميل هابط فهي تبقى بالسالب وتبقى في المقام، فهتزود المسافة لأن في مركبة وزن مع اتجاه الحركة، فهي هتزود المسافة اللي المفروض السائق ياخدها لحد ما يتوقف. طيب احنا قلنا حاجة اللي هي الـ A وما قلناش هي قيمتها كام، تمام؟ الـ A اللي هو Deceleration Rate أو معدل التباطؤ، وقال لك الأشكو قال لنا إن الـ A بـ 11.2 فيت على السكند تربيع. برضو Deceleration Rate ده بيعتمد على كذا حاجة، قال لك الـ Deceleration Rate ده إحنا محتاجينه بحيث إن هو يبقى within the capability of driver to stay within their lane، انه يحصل تباطؤ بالنسبه للعربيه بس السائق يفضل متحكم في العربيه وتفضل في نفس الحاره ما تغيرهاش. اند كنترول ذا فيكل وين بريكنج اون وات سيرفيسز، لو انا لو هو ماشي على سطح مبلول الدنيا شاتيه كلام من ده يقدر يتحكم في العربيه وهو بيتوقف بيها او هو بيدوس الفرامل، وكذلك لازم يكون مريح لمعظم السائقين. فبيقول لك 11.2 ده بيحقق لك كل القصه دي اللي هو 11.2 فيت على السكند تربيع. لكن في حاله الضروره قوي يعني ممكن نستخدم ايه بقيمه توصل لحد 14.8 فيت على السكند تربيع. طيب احنا قلنا الايه على جي القيمة دي على بعضها كده اللي هي الديسليريشن ريت مقسوم على عجلة الجاذبية الأرضية بيمثل معامل الاحتكاك، تمام؟ هنسمي معامل الاحتكاك F أو نسميه إيه على G زي ما أنتوا عايزين. فبيقول لك بقى إيه؟ طيب أنا عايز أعرف قيمة الفريكشن على حسب السطح. يعني إيه على حسب السطح؟ احنا عندنا زي ما قلنا في المحاضرة الأولى عندنا ممكن يكون عندنا رصف خرساني، ممكن يكون عندنا رصف أسفلتي، لأن احنا قلنا عندنا نوعين من الرصف أسفلت وخرسانة، ماشي؟ عندنا طرق غير مرصوفة ممكن تكون جرافل، ما عندناش في مصر لكن في دول تانية في طرق عليها آيس وفي طرق عليها سنو. فبيقول لك بقى طيب القيم بتاعة معامل الاحتكاك ده بتتغير لما يكون السطح طبعا دراي عن لما يكون السطح ويت. فبنشوف على سبيل المثال هو لو احنا عندنا كونكريت بيفمنتس راس خرساني بس جاف، معامل الاحتكاك بيوصل من 6.0 ل 75 من 100. لكن هو نفس السطح لو الدنيا شاتيه فبنلاقي ان معامل الاحتكاك بيقل، يبقى من 45 ل 65 من 100. وطبعا يعني اكيد اللي بيسوق فيكو لو حد فيكو بيسوق يعني هتلاقي دايما والدته في ايام الشتاء ولما تكون الدنيا ممطره تقول له ايه امشي على مهلك. ممكن هي نفسها ما تكونش بتسوق لكن دايما تقول لك امشي على مهلك. ليه؟ لان انت فعلا لما بتيجي تستخدم الفرامل على سطح مبلل بتبقى كفاءه الفرامل اقل من لما نكون ماشيين في الجو الجاف عادي. طيب بالنسبه للاسفلت بيمنت قيمه معامل الاحتكاك ايه؟ من 55 ل 7 من 10. طبعا انتوا مش مطلوب منكم ان انتوا تحفظوا معامل الاحتكاك يعني، بس انا عايزاكم تفهموا الفرق بين الاسطح المختلفه من حيث قيمه معامل الاحتكاك. الجرافل اللي هي الطرق الغير مرصوفه اللي هي معبده فقط قال لك القيمه بتبقى من 4 من 10 لحد 7 من 10 على حسب الطريق. الايس التلج الفرق بين الايس والسنو، السنو اللي هو بيبقى مش متماسك، الايس اللي هو متماسك وعامل زي الازاز كده، فاهمين؟ متماسك زي اللي بيزحلقوا عليه. انما السنو هي ندف الثلج اللي لما يبقى الطريق طريق اسفلتي عادي سايق، لكن الثلج عليه ما اتجمدش لدرجه ان هو يتماسك ويبقى ناعم عامل زي الازاز، اللي هو بيبقى عامل زي القطن كده في ندف ثلج لكن مش متماسك، فده اسمه سنو. فالايس من 5% لحد 2 من 10، تخيلوا القيمه بتقل جدا قد ايه لما يكون في ثلج بالشكل ده وتماسك وبقى ناعم لدرجه انه يبقى مزحلق كده والعربيات لما تيجي تقف عليه يبقى معامل الاحتكاك قليل جدا فتحتاج مسافات طويله جدا عشان تتوقف. بالنسبه للسنو من 3 من 10 لحد 6 من 10. طب هو السطح بس او نوع السطح بس؟
هو اللي بيغير من معامل الاحتكاك ما بين الإطارات العجل وما بين السطح البيفمنت يعني. لا الحقيقة مش السطح بس، في كمان السرعة. كل ما تكون السرعة قليلة كل ما يكون الاحتكاك أكتر، لأن مسافة الاحتكاك طبعا مساحة الاحتكاك أكتر. كل ما يكون السرعة عالية كل ما نلاقي معامل الاحتكاك يقل. يعني لو فرضنا إن الجدول اللي قدامنا ده لنوع سطح واحد وإطارات نفس الإطارات، لكن السرعة التصميمية بتتغير من 20 لحد ما توصل ل 70 مايل بر أور، فنلاقي إن معامل الاحتكاك في حالة السرعة المنخفضة 20 مايل بر أور عبارة عن 4 من 10، لكن في حالة السرعة العالية فهي 28 من 100 لنفس السطح ولنفس ماتيريال السطح ولنفس ماتيريال الإطارات. طيب يبقى احنا لو عايزين نحسب الستوبنج سايد ديستنس اللي هي عباره عن مسافتين، تمام؟ قلنا الجزء الاولاني منها هي عباره عن دي 1 بلس دي 2. قلنا ال القيمه بتاعه دي 1 اللي هي كانت 41/100 في في تي زائد في تربيع. في تربيع هنا نقصد بيها السرعه التصميميه على اساس ان احنا عايزين نحسب الطول لحد ما نوصل للسرعه صفر عشان ناخد المسافه دي بعد كده، واحنا بقى بنعمل التصميم بنحاول نوفرها على السيجمنتس بتاعه الطريق المختلفه. فقال لك لو احنا بنحسب السايد ستوبنج سايد ديستنس ب الفيت، يبقى قيمه الستوبنج سايد ديستنس بتساوي 41/100 في تي دي تي 1 بلس في تربيع على 30 A زائد G بلس أو ماينس G. ماشي. و30 ليه؟ لأنه طبعا احنا بنتعامل هنا بالوحدات الـ US Customary أو الـ Imperial Units اللي هي فيت و second و طول فيت والمسافة second ومايل بر اور لو بنتكلم عن السرعه، فبيقول لك السرعه هنا مايل بر اور، وبيقول لك انه الزمن بالثانيه الاي اسيوم ديسيليريشن ريت اللي هو زي ما قلنا كده في حوالي 11 وشويه، والجرافيتيشنال فورس اللي هي لما ناخدها بالامبيريال يونت بتبقى خدتوها في المدرسه زمان اكيد فاكرينها، يعني 32.2 فيت على السكند تربيع. الجي الجريدينت، طبعا الجريدينت المفروض ملوش وحدات لانه بيبقى يا اما فيت على فيت يا اما متر على متر، فهو بيبقى رقم بدون وحده يعني. الاي على جي الكوفيشنت اوف فراكشن، وهو هنا حط ال 30 مكان الجي على اساس انه قربها يعني، لان دي معادله زي ما قلنا وضعيه، فبدل ما يحط 32.2 بالظبط فحطها بقيمه 30. طب المعادله دي لو استنوا كده، انا اعتقد ان انا حاطه في مكان ما هنا، ما اناش حطها، انا كنت متخيله ان انا حاطه المعادله لو ال كنت متخيله ان انا حاطه المعادله لو الوحدات بالمتر، بس انا فاكراها. فلو انا عندي سرعه بالكيلومتر بر اور ماشي، وعندي المسافه اللي انا هحسبها بالمتر، المعادله دي هتتغير تبقى شكلها ايه؟ احنا قلنا مع بعض ان كل الامبريكال ايكويشنز او المعادلات الوضعيه لما بنغير الوحدات الثوابت بتتغير، يعني المعادله هتفضل زي ما هي بالظبط ما عدا الثوابت بتاعتها هتتغير. طب هي ايه الثوابت اللي موجوده في المعادله؟ في دي 1 41/100 في تي، لما تبقى المعادله بالمتر للسايد ديستنس وبالكيلومتر بر اور للفي، هتبقى القيمه 41/100 دي تتبدل وتبقى 0.278 278 من الف في في تي، تمام؟ طب والجزء الثاني من المعادله اللي فيه 30 مضروبه في القوس، والقوس موجود فيه ايه على جي بلس اور ماينس جي؟ ال 30 دي هتبقى 254، وبعض الكتب بتحطها 255 مش هتفرق خالص، يا 254 يا 255 مش قضيه، تمام؟ فيبقى المعادله هيتغير فيها ايه لما تبقى الستوبنج سايد ديستنس بالمتر بنحسبها بالمتر، ولما تبقى السرعه كيلومتر بر اور ولا اي حاجه، المعادله تفضل زي ما هي بالظبط لكن الثوابت بتاعتها
هتتغير. الثابت الاولاني هيبقى 0.278 والثابت الثاني هيبقى 254. طيب الجدول اللي قدامنا طبعا الاشتو والكود المصري كمان مليان جداول موجود فيها السايد ديستنس على حسب السرعه التصميميه، والجدول اللي قدامنا لو انتوا واخدين بالكم منه هتلاقوا فيه مقسوم جزئين، اللي على اليمين يو اس كاستمر يونتس يعني فيت ومايل بير اور، واللي على الشمال متريك يونتس او ستاندرد يونتس اللي هي المسافه بالمترو والديزاين سبيد بالكيلومتر على الساعه. طيب نبص قدامنا كده هنلاقي انه عطيني لكل قيمه ديزاين سبيد قيمه البرسبشن اند رياكشن ديستنس والبريكنج ديستنس وقيمه الستوبنج سايد ديستنس، وهو كمان لما بيجي يجيبها يعني ساي في الجدول الاولاني خالص على الشمال للسرعه 20 كيلومتر بير اور طلعت كلها على بعضها 18.5 متر، راح جاي مقربها لاقرب مسافه ايه صحيحه فقال لك لحد 20 متر، ماشي خدها 20 متر وبياخد المسافه دي ويحاول يوفرها بقى في كل مكان على ايه على الطريق وهو بيعمل التصميم، سواء كان التصميم ده هوريزونتال الاينمنت او فيرتيكال الاينمنت. بس تخلي بالنا من حاجه، الجدول اللي قدامنا هنا قيمه الجي فيه بصفر يعني مفيش ميل على الطريق خالص. تمام، احنا عندنا في الطرق نادرا ما بنستخدم ميل. ايوه لو سمحتي بس الثابت الثاني حضرتك قلتي هيبقى بكام لو الوحدات اتغيرت؟ الثابت الثاني في المعادله اللي هو الموجود في المقام اللي كان 30 لما كان الوحدات فيت ومايل بر اور هيبقى 254 او 255، في كتب بتكتبه كده وفي كتب بتكتبه كده. في المقام 254 او 255. تمام شكرا. لا لا مفيش مشكله. تمام طيب زي ما قلنا كده في الجدول اللي قدامي حاليا في جداول طبعا عندنا في الكود للكلام ده، الكود المصري. الكود المصري للطرق عباره عن 11 جزء، ماشي. الجزء الثالث مختص في التصميم الهندسي، هتلاقي في كل الكلام اللي احنا بنقوله من اول دلوقتي لحد ما نخلص الهورزونتال الاينمنت والجزء كمان الانترسكشن اللي احنا مش هنعرف ناخده في الكورس العادي. طيب اللي كان بيسال السؤال دلوقتي على الثابت اللي في المقام، الثابت اللي في المقام موجود قدامك اهو زي ما قلت لك 254 وفي كتب بتحطه 255 بدل ال 30. وطبعا احنا عارفين ان لما بنيجي نعوض بالنظام المتريك فقيمه العجله الجاذبيه الارضيه بتتغير من 32.2 فيت على السكن تربيع ل 9.81 متر على السكن تربيع. تمام، فده ده الجزء بتاع ال دي 2. تمام ده جدول تاني، بس الجدول ده بقى قيمه الستوبنج سايد ديستنس على ما يكون عندي الجريد مش صفر، يكون عندي ميول على الطريق. تمام، فحسبها لك مره على الداون جريدز وعلى الاب جريدز. الداون جريدز نقصد بيها الميول الهابطه، والاب جريدز الو ايوه سامعين حضرتك. بس انا المحاضره اختفت من قدامي معرفش ايه السبب، فانا هضطر ان انا ايه اشيلها وارجع افتحها تاني. تمام ماشي. معرفش ايه اختفت ليه، هي لوحدها كده. تمام كده شايفين، كده شايفين يا شباب الجدول اللي كان قدامنا صح؟ ممكن يا دكتور تعملي شير للسكرين بتاعتك اللاب احسن يا دكتور عشان المؤشر هيبان هيبقى افضل يعني. ما انا عامله كده بس المؤشر مش باين. لا المؤشر اهو شايفه؟ لا ما حدش شايف.
عند 18 ايوه ظاهر كده شفناه كده شفناه كده تمام هو المؤشر موجود تمام ماشي كده تمام الدنيا ماشيه بالنسبه لكم كويس تمام اوكي طيب الجدول اللي قدامنا زي ما قلنا عطيني لما يكون داون جريدز نقصد بداون جريدز يعني الميول الهابطه ماشي وابجريدز انتوا حظكم حلو على فكره النهارده ما اعرفش ليه البياعين وعمالين يلفوا في الشارع واحنا على فكره احنا في الدور عالي احنا في الدور التاسع بس ما الصوت بيوصل عادي يعني تمام وما اعرفش انا صوت المنشار ده احنا مش في منطقه اصلا فيها مصانع بس احنا عندنا انشاءات جديده فما اعرفش بيعملوا ايه بصوت المنشار ده بس يعني هنستحمل بالتالي انتوا اتعودتوا خلاص على ان تستحملوا الاصوات اللي هي الديستربنس دي فهنبص في الجدول اللي قدامنا هنلاقي الجدول مقسوم جزئين زي ما قلنا كده الجزء اللي على الشمال متريك بالمتريك يونتس او بالستاندرد يونتس والجزء اللي على اليمين يو اس كاستمري او امبيريال يونتس هنلاقي كل ديزاين سبيد عطيني قيمه السايد ديستنس في حاله لو كان عندي داون جريد وفي حاله لو كان عندي اب جريد اللي هو ميل هابط او ميل صاعد عطيني 3 و6 و9% ماشي و لما نيجي نبص على الجدول طب انا لو عندي طريق والميل فيه مش 3% ولا 6% ولا 9% يعني انا عامل 2% ولا عامل 4% ولا عامل 7% اعمل ايه؟ نرجع للمعادله الثانيه اللي كانت معانا عشان نحسب منها. طب في حاجه ثانيه احنا الجدول اللي شفناه من شويه كان جدول الجريد فيه بيساوي صفر يعني مفيش ميول خالص على الطريق. هل احنا بنعمل كده فعلا؟ الحقيقه الكود المصري عندنا بيسمح بده بس في اضيق الحدود ماشي احنا بنعمل ميول ليه يا شباب؟ تفتكروا بنعمل ميول ليه على الطريق؟ عشان الميه ما توقفش على الطريق. برافو عليك. احنا عندنا مشكله طبعا انتوا زمان اعتقد لما درسوا لكم خرسانه قالوا لكم في عباره مشهوره كده كانوا بيقولوها لنا احنا عندكم اللي هي ايه؟ الميه سرطان الخرسانه. يعني بتقضي عليها تمام لان هي بتسبب مشاكل في التفاعلات الكيميائيه مع الخرسانه وكذلك لو في حديد تسليح فهي بتسبب صدأ حديد التسليح. طب احنا عندنا ايه المشكله عندنا في لو احنا بنقول يعني احنا 90% من الطرق بتاعتنا اصلا فليكسبل اللي هي اسفلت. طب ايه مشكله الاسفلت هو كمان مع الميه؟ ده عنده مشكله كبيره الحقيقه. في حاجه مهمه قوي في الاسفلت اسمها مويستشر دامج، يعني ايه؟ اولا الاسفلت والطرق عموما سواء اسفلت او خرسانه هي معرضه بشكل مستمر للميه. ليه؟ لان هي في العراء يعني الدنيا لما بتشتي الميه بتنزل عليها، تمام؟ طيب هنتفادى بقى قصه الميه دي ازاي؟ ان احنا نصرفها بسرعه. نصرفها بسرعه عن طريق ايه؟ ميول في الاتجاه الطولي بنسميها longitudinal grades وهي دي اللي بنعوض بيها في المعادله وكذلك ميول اخرى في الاتجاه العرضي، طريق بيبقى ليه ميل في الاتجاه العرضي بحيث ان هو يصرف الميه على ايه؟ على الجنبين، احنا بنحاول قدر الامكان اننا نخلي الميه ما تستناش على الطريق خالص تصرف بقدر الامكان على افضل ما يمكن يعني لان لو فضلت موجوده فهي بتسبب حاجه اسمها مويستشر دامج. يعني ايه مويستشر دامج؟ الطريق اصلا اما بنعمله من خلطه اسفلتيه او حتى خلطه خرسانيه بيبقى فيه فراغات. احنا بنعمل الخلطه دي فيها نسبه فراغات معينه واما نيجي ناخد تصميم الخلطه هنعرف نسبه الفراغات دي كام. فلما الفراغات دي تبقى موجوده ويبقى فيها ميه وبعدين يحصل بعد كده ان الميه دي يحصل لها حاجه اسمها فريز اند ثاو، يعني الدنيا تسقع قوي فالميه تتجمد وبعدين الميه تبتدي تزيد عن حجمها الطبيعي، كلكم عارفين ان الميه لما بتتجمد حجمها بيزيد. ماشي؟ فتزيد عن حجمها الطبيعي في الفراغات فتسبب شروخ، غير كده كمان ال 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 الخلطه المودولس بتاعها لما بتبقى متجمده بتبقى ستيف قوي، لما الميه فيه تبقى متجمده بتبقى ستيف قوي. فالمودولس بيزيد وبعدين بعد كده لما الميه تسيح لما يجي فصل الربيع والميه تسيح فالمودولس بيقل فالمودولس عمال يزيد ويقل ويزيد ويقل فده بيسبب ان يحصل deterioration للاسفلت بدري. معلش يا شباب ثواني. ايوه يا دكتور. وعليكم السلام. الحمد لله.
اي انا بس انا في المحاضره اونلاين، لان يوم الخميس الجاي اجازه، فانا مش هقدر اقابل الولاد فيس تو فيس، فانا بدي المحاضره اونلاين دلوقتي بتاعه الدكتور. هكلم حضرتك. اوكي شكرا. على فكره مفيش اي اتصال خارجي ليا، كلها اتصالات من الكليه عشان تبقوا عارفين. ماشي. فزي ما قلنا كده بيحصل مايستر دامج، فاحنا بيبقى هدفنا كديزاينرز ان احنا نحاول نبقي قدر الامكان على الاسفلت بتاعنا بدون ما يكون فيه ميه عشان ما تعملش مشاكل. تمام. طيب يعني حاله ان دكتور بس حضرتك اتفضل. مش في ميول برضه يا دكتور بتتعمل في الطرق، خاصه الطرق السريعه، يعني في الاماكن اللي بيكون فيها دورانات كبيره، علشان عجله القصور زادت بتاعه العربيه في الملفات او نظام الاي بي اس بتاع العربيه، يعني ايا كان مدى الكفاءه بتاعته ما بيكونش في الدورانات بالكفاءه العاليه عشان ما يعملش ميل للعربيه نفسها اثناء الدوران. فبنستعيد عن كده بميول في الطرق، ولا هي الميول بتتعمل للميه بس؟ لا 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 لا، كلامك مظبوط. بص احنا بنعمل في الطريق العادي اللي هو خط مستقيم ميول لتصريف الميه فقط. تمام. ده اسمه النورمال كراوند سكشن. ده الطريق لما يكون الطريق خط مستقيم بنعمل فيه ميول ما لهاش اي وظيفه خالص، ميول العرضيه بقصد، الا تصريف الميه. اما في المنحنيات الميول بيبقى ليها وظيفه اخرى، وما بنسميهاش كروس سكشن جريدينتس، بنسميها سوبر اليفيشن. اللي هو ايه سوبر اليفيشن؟ ارتفاع الظهر عن البطن. انت خدت سكه حديد السنه اللي فاتت؟ مش في السكه الحديد السنه اللي فاتت علموك ان انت لما بيكون عندنا منحنى، فبنيجي في المنحنى نخلي القضيب الخارجي اعلى من القضيب الداخلي، عشان لما بيبقى في قوه طارده مركزيه بتحاول تقلب القطر لبره، يبقى في مركبه وزن عكس مركبه القوه الطارده المركزيه تحافظ على توازن القطر. ايوه، ما ده نفس اللي بتكلم فيه برضه. نفس القصه بالظبط في الطرق، ده اسمه سوبر اليفيشن برضه، زي ما انتوا اسمه في السكه الحديد سوبر اليفيشن، وهو هنا كمان اسمه سوبر اليفيشن، وده ما بيبقالوش علاقه الا بمساله القوه الطارده المركزيه. انما انا بتكلم دلوقتي عن الميول العاديه اللي بتبقى موجوده في الاتجاه الطولي للطريق، بيبقى فيه ميل دايما في الاتجاه الطولي للطريق، ما بعملش الميل في الاتجاه الطولي صفر. ماشي. عشان اصرف فيه الميه، وكمان بعمل معاه ميول عرضيه حتى لو كان القطاع اللي بنتكلم عليه قطاع مستقيم، بنعمل ميول عرضيه عشان تصرف الميه على الجنبين. تمام. تمام. ماشي. المعادله اللي قدامنا مش معادله، يعني مثال بيقول لك use basic assumption to determine side distance at 60 mile per hour on. مرتين، مرة طريق بقى الميل عليه صفر، ومرة طريق قال لك الميل عليه 3%. فده تعويض مباشر في المعادلة نتعوض فيها. كل اللي عايزينك تعرفه ان لما كان عندي ميل، لما كان ما عنديش ميل خالص، فطلعت side distance المطلوبة توفيرها على الطريق ب 565 feet، ولما بقى عندي ميل صاعد بالموجب يعني وعوضنا بيه في المعادله، طلعت قيمه السايد ديستانس اقل اللي هي 538 فيت. فيبقى معنى كده ان لما يكون عندي ميل صاعد زي ما قلنا قبل كده، فقيمه الستوبنج سايد ديستانس المطلوبه ايه؟ بتقل. لو حسبنا نفس المعادله دي تاني، بس بدل ما نقول الميل صاعد 3% قلنا ناقص 3% اللي هو ميل هابط. ماشي. فهلاقي برضو القيمة تختلف، لكن هتزيد عن لو الميل صفر. دكتور. أيوة. هو احنا ليه هنا استخدمنا الثابت ب30 مش ب254؟ عشان احنا عوضنا وجبنا بالفيت. السرعة 60 ميل بالأور. يعني. بص السرعة عطاها لك بكام؟ 60. بصي اري اول سطر. عطاها 60 60 ايه؟ ميلي بالأور. تمام. 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 يعني 254 لما تبقى بير سكند. لا مفيش اصلا سرعه على الطرق التصميميه خالص بير سكند، كله بير اور بس. تمام. لما بنتكلم في يو اس كاستمر يونتس فيبقى مايل بير اور، ميل في الساعه، لكن لما نتكلم ب ستاندرد يونتس او متريك يونتس يبقى كيلومتر في الساعه. السرعه مش بالثانيه خالص، السرعه بالثانيه في الفيزياء مش في الطرق. تمام. تمام. شكرا. انا
اوطي المعادله دي ب 30 عشان انا اشتغلت على السرعه وهي ايه مايل بير اور. تمام؟ لو انا عايز اشتغل بالمتر واشتغل في المعادله اللي الثابت بتاعها الاولاني 0.278 والثابت الثاني اللي تحت 254، لازم احول السرعه الاول، لازم احول السرعه المايل بير اور دي لكيلومتر بير اور. تمام تمام دكتور. يا البريكنج ديستانس بتعتمد على السرعه المتوسطه للعربيات ولا السرعه القصوى للعربيات على الطريق؟ السرعه القصوى. تمام، هي بس منها كانت مكتوبه في البي دي اف انها السرعه المتوسطه بس. لا، السرعه القصوى اللي هي بالنسبه لنا اصلا السرعه التصميميه، لان انت بتفترض انا دلوقتي يعني ايه برضو السرعه القصوى؟ اللي هي السرعه بتاعت الطريق اللي هي مديها لي اقصى حاجه من كل العربيات تمشي عليها. اللي هي كام؟ المفروض ان انا بحط سرعه تصميميه للطريق، ماشي؟ والسرعه التصميميه دي انا بفترض جدلا ان كل اليوزرز ما بيزيدوش عنها، ما بيتجاوزوش السرعه المقرره. عشان كده هتلاقي دايما بعد ما بيحطوا سرعه تصميميه للطريق سواء هنا او بره او في اي مكان بيحرصوا تماما على ان الناس ما تزيدش عن السرعه التصميميه. ازاي؟ عن طريق الرادارات المتحركه. احنا عندنا هنا في مصر بنستخدم الرادارات الثابته عشان ناخد فلوس من الناس، تمام؟ حقنا طبعا طالما الناس بتخالف. بره بيحطوا رادار متحرك. يعني ايه رادار متحرك؟ الرادار العربيه ماشي في وسط العربيات وبيصور السرعه النسبيه، فلو هو ماشي هو بالسرعه التصميميه اي عربيه هتزيد عنه في السرعه هتبقى ايه؟ متجاوزه قيود السرعه، تمام؟ فهي السرعه اللي احنا بنتكلم عنها هي السرعه التصميميه، ماشي؟ هي دي اللي بنعتبرها السرعه القصوى على الطريق. تمام تمام جدا. طيب مثال تاني بيقول لك لو انت بالنسبه لك جيفن ان انت عندك available سايد ديستانس 430 فيت على طريق الميل بتاعه موجب 3% جريد، فبيقول لك find the maximum speed if the reception and reaction time is assumed to be 2.5 سكند. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا جيت في سيجمنت كده على الطريق مش قادر اوفر سايد ديستانس اكتر من 430 فيت، ماشي؟ عايز اشوف السرعه التصميميه تبقى كام، ماشي؟ فبطبق في المعادله، بس بطبق في المعادله بالعكس، مش انا عندي السرعه التصميميه حاططها او فارضها وبحسب بناء عليها السايد ديستانس، لا انا عندي السايد ديستانس المتاحه في المكان ده وبشوف السرعه المفروض تكون هنا كام، تمام؟ فلو عوضنا في المعادله هتبقى معادله من الدرجه الثانيه في، هنحلها هنجيب قيمه في، ففي طلعت له هنا ب 52 مايل بير اور، فقال لك خلاص كده يبقى احط السرعه التصميميه كام؟ 50 مايل بير اور، ماشي؟ ففي اماكن معينه كده لو انا ما عنديش فيها سايد ديستانس متوفره كويسه ممكن اقلل السرعه التصميميه. انتوا عندكم مثال على فكره في طنطا، الناس اللي جايه من المحله مثلا او من القاهره، ماشي، وداخلين طنطا، في كوبري قبل شركه الكهرباء، كوبري اتجاه واحد، الكوبري ده في اي كوبري طبعا ما فيه منحنى راسي. يعني ايه منحنى راسي؟ يعني ميل صاعد وبعدين كيرف وبعدين ميل هابط، تمام؟ في نفس الوقت الكوبري ده في مع المنحنى الراسي في منحنى افقي، تمام؟ فلما بيبقوا الحاجتين دول موجودين مع بعض بتبقى مسافه الرؤيه المتوفره قليله قوي، ماشي؟ الكوبري ده اول ما اتعمل خالص اتحط عليه لافته سرعه 30 كيلو في الساعه. طبعا يعني هي 30 كيلو في الساعه دي كانت قليله قوي والناس كلهم يعني ما مشوش عليها، بس الكوبري ده لو ما فيش فيه مشاكل تعرف تمنوفر الكوبري ده على 60، مع ان اصلا ده الطريق الزراعي، يعني الطريق الزراعي عاده متوسط السرعه عليه او السرعه التصميميه عليه بتبقى 90، تمام؟ لكن الكوبري ده تحديدا اول ما عملوه خالص حطوا عليه لافته، كانت اللافته دي بتقول ان السرعه هنا 30 كيلو في الساعه، ماشي؟ المعادله 147 في تي الايه 147 في تي دي اسمها مسافه البرسبشن اند رياكشن تايم، يعني 2.5 ثانيه ضربناها في 147 فبقت 368 في ايه اول معادله. ايوه 147 في 2.5 اداني 368 في. اها طب انت قلتي دي اسمها ايه؟ لا مش سامع السؤال، معلش.
قلنا دي اسمها ان في تي 1.47 في تي في مضروبه في تي تي هنا ب 2.5 اسمها ايه بقى دي الحته دي اسمع انت انت انت, انت كنت نايم بقى طول الوقت ده الحته دي اسمها التي 1 اللي هي مسافه البرسبشن اند رياكشن ديستنس اللي هي مسافه الاستيعاب واتخاذ القرار المسافه اللي قبل ما السائق يبتدي يحط رجله على الفرامل تمام ماشي طيب هو احنا بنصمم الطريق بس على الستومينج سايد ديستنس ولا في مسافات رؤيه تانية لازم نصمم الطريق عليها فلازم نعرف هي بتتحسب ازاي في حاجه اسمها الباسنج سايد ديستنس او الاوفرتيكينج بس سايد ديستنس اللي هي مسافه الرؤيه للتجاوز جينا على طريق زي ما عندكم مثلا على سبيل المثال وانتوا داخلين الكليه من اول احافه لحد باب الكليه الجزء ده اسمه طريق تو واي تو لين يعني ايه تو واي تو لين الطريق عباره عن حارتين وكل حاره اتجاه حظنا بقى حلو ان احنا داخلين الكليه كده وحد ماشي يتمخر على مهله هو حر طبعا تمام بس احنا مستعجلين ورانا محاضره متاخرين فلازم يكون في التصميم لازم يوفر لي مسافه كافيه على طول الطريق تسمح للعربيات المسرعه او المستعجله ان تتجاوز المركبات البطيئه اللي ماشيه معاها في نفس الاتجاه ومسافه الرؤيه للتجاوز اللي اسمها الباسنج سايد ديستنس لما نيجي نبص عليها بقى قال لك دي متكونه من اربع مسافات ماشي دي 1 انتوا هناك كان عندكم دي 1 ودي 2 بس في الاستومينج سايد ديستنس احنا عندنا هنا دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4 ماشي ايه بقى دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4 دول نبص على الرسم اللي قدامنا ماشي الدي 1 هي زي المره اللي فاتت مسافه الاستيعاب واتخاذ القرار انا شايف عربيه قدامي والعربيه اللي قدامي دي بطيئه وبعدين قعدت افكر كده فلقيت ان انا ايه لا ده انا لو فضلت ماشي وراها اتاخر فانا على بال ما استوعبت وخدت قرار كنت مشيت مسافه معينه تمام فدي اسمها الدي 1 الدي 2 ماشي هي المسافه انا عشان اتجاوز العربيه اللي قدامي او اتخطاها فانا مضطر ان انا انقل في الحاره المعاكسه تمام فالدي 2 هي المسافه اللي العربيه هتمشيها في الحاره المعاكسه ماشي طب الدي 3 ما هي الحاره المعاكسه دي حاره المفروض عكس الاتجاه يعني في عربيات المفروض ماشيه فيها ماشي فانا لو في عربيه جايه من بعيد الدي 3 هي الكليرنس ما بيني وما بين العربيه دي ما انا ما عديش في الحاره الثانيه وابص الاقي نفسي بقيت واقفه لا ولابس في وش عربيه ثانيه فلازم يكون في كليرنس ما بيني وما بين العربيه اللي جايه طيب العربيه اللي جايه اصلا لما انا ابتديت افكر في الاول خالص خالص ان انا اتجاوز هي كانت ماشيه ما توقفتش فدي 4 هي المسافه اللي العربيه اللي في اتجاه المقابل مشيتها اثناء ما انا ما كنت بعمل عمليه التجاوز تاني يبقى دي 1 مسافه استيعاب الموقف واتخاذ القرار والانتقال للحاره العكسيه عشان نتم عمليه التجاوز دي 2 قال لك المسافه اللي العربيه اللي هتعمل عمليه التجاوز بتتحركها خلال الحاره المقابله العكسيه دي 3 الكليرنس او مسافه الخروج بين المركبتين اللي جايه من الاتجاه المعاكس وما بين اللي عملت عمليه التجاوز بعد اتمام عمليه التجاوز الدي 4 المسافه اللي اتحركتها العربيه اللي في الاتجاه المقابل اثناء عمليه المناوره تاني اللي كان مكتوب بالعربي مكتوب تاني بالانجليزي ومع الرسمه بقى عشان تبقى انت ايه مستوعب القصه دي طيب انا عايز احسب دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4 ماشي في شويه assumptions كده عشان نقدر نحسب القيم دي ماشي لازم نعرفهم الاول قال لك vehicle being passed travels at uniform speed يعني ايه vehicle being passed travels at uniform speed يعني العربيه اللي كانت ماشيه قدامك بطيئه ماشيه بطيئه بسرعه تقريبا منتظمه اللي انت هتعمل لها عمليه التجاوز او التخطي ماشي ليه لان انت لما تيجي ساي ان انا جيت قدامي عربيه بطيئه وجيت اعمل تجاوز او تخطي راح جاي هو ايه مسرع يعني هو لما لقاني هعديه فقرر ان هو ايه لا مش هيسيبني اعدي هيسرع تمام فطبعا كده عمليه التجاوز هتبقى محتاجه المسافه اطول فاحنا بنحسب المسافات بتاعتنا على اساس انه العربيه اللي هيتم تجاوزها بتمشي بسرعه منتظمه تمام
تاني حاجة speed of passing vehicle is reduced behind past vehicle as it reaches passing section. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني العربية اللي ماشية قدامك ماشية بطيئة، فانت اضطريت ان انت تعمل لها عملية تجاوز، ماشي؟ بيقول لك speed of passing vehicle is reduced behind past vehicle، يعني هي معطلاني، مش هي ماشيه بسرعه كويسه وانا كده، يعني هي ماشيه على السرعه التصميميه بتاع الطريق، هي كده مش بطيئه ماشي، وانا مش محتاج لان انا اعمل عمليه تجاوز، وكل ما السرعات ما تعلى وانا عايز بقى هي ماشيه بسرعه تصميميه ولا لا، مصمم ان انا اتجاوزها، فانا كده محتاج مسافه تجاوز ايه اكبر من اللي المفروض تتوفر على الطريق. فاول حاجه ان اول حاجه العربيه اللي بيتم تجاوزها ماشيه بسرعه منتظمه ما بتسابقش يعني، تاني حاجة إن فعلاً العربية اللي هتقوم بعملية تجاوز تكون متعطلة وراها، تمام؟ تالت حاجة قال لك passing vehicle accelerates during the passing maneuver and the velocity of passing vehicle is 10 mile per hour greater than that of the past vehicle. يعني إيه الكلام ده؟ أنا عشان أعمل عملية التجاوز فأنا مضطر إن أنا إيه؟ أسرع، صح؟ فهو بيقول لك كده العربية اللي هتعمل عملية تجاوز بتتسارع أثناء المناوره بتاعه التجاوز. طب بتتسارع بمقدار قد ايه؟ قال لك ان الفرق بينها وبين العربيه اللي بيتم تجاوزها العربيه البطيئه، يعني قال لك الفرق بينهم الاثنين في السرعه 10 ميل بر اور. طيب ايه كمان؟ قال لك enough distance is allowed between passing and oncoming vehicle when the passing vehicle returns to its lane. لازم نحقق ان في كليرنس بعد ما عملت عمليه تجاوز من العربيه البطيئه، لازم يكون في كليرنس ما بيني وما بين العربيه اللي جايه في الاتجاه المقابل عشان ما نخبطش في بعض، ماشي؟ طيب عشان نحسب بقى الباسنج سايد ديستنس هنحسبها ازاي؟ قال لك الدي او المسافه الباسنج بتساوي دي 1 زائد دي 2 زائد دي 3 زائد دي 4. قال لك اول حاجه دي 1 بتساوي distance traveled during perception and reaction time to point where vehicle just enters the left lane، من اول ما ابتدى يفكر في عمليه التجاوز لحد ما راح على الحاره اللي في الشمال او الحاره العكسيه. فقال لك الدي 1 هتلاقي المعادله شبه المعادله اللي فاتت بتاعت دي 1 بس مختلفه شويه، بدل ما كانت 1.47 في تي قال لك 1.47 تي 1 في قوس V ناقص M زائد A في T1 على الاثنين. ايه بقى الكلام الكتير اللي جوه القوس ده؟ وش معنى T1؟ قال لك T1 ده التايم فور انيشال مانوفر، الوقت اللي بتاخده لحد ما تاخد قرار التجاوز، ماشي؟ في حالة لما كنا بنتكلم على ستوبينج حطيناه 2.5 ثانية، هنا قال لك لا خده من 3 لـ5 ثانية. طب ليه وقت اكتر كده؟ ماشي، في الحاله الاولانيه اللي هي انا بعمل ستوبينج سايد ديستنس، الانسان بطبيعته بيستشعر الخطر، ولما بيستشعر الخطر غالبا رد فعله الله اعلم بس انا اسكت ثواني بس قبل ما الدور يبدا. Thank you.
فقلنا ال T1 هي time for initial maneuver، الوقت اللي انت بتاخده عبال ما تاخد قرار بان انت تروح الحارة المعاكسة عشان تعمل عملية التجاوز، وهنا بيبقى الوقت اطول شوية لان القرار ما هوش مصيري، ما فيهوش خطر، احنا بنتكلم على تأخير مش بنتكلم على خطورة، فبتلاقي وقت اطول شوية. فقال لك القشطو بيفرضه من 3 ل 5 ثواني. قال لك بعد كده البي هي الـ average speed of passing vehicle، السرعة passing vehicle ماشية بيها اللي هي تعمل عملية التجاوز. الـ A الـ acceleration mile per hour على second، فبيقول لك الـ acceleration rates بتبقى من 1.4 ل1.5 mile per hour على second، معدل التسارع اللي هتتسارع بيه العربية اللي عايزة تعمل عملية التجاوز من 1.4 ل1.5 مايل بير اور لكل ثانيه. الام هي الديفرنس بتوين سبيدز اوف باسنج اند باست فيكل، السرعه ما بين العربيتين، العربيه اللي هتعمل عمليه تجاوز والعربيه البطيئه اللي بيتم تجاوزها. وانتوا لو خدتوا بالكم احنا اتفقنا في الاسامبشنز ان الفرق بين السرعتين دول 10 مايل بير اور، فلو عوضت هنا هجيب قيمه الدي 1. طيب هي المسافه، اتفضل. ومش معدل التسارع ده بيختلف على حسب نوع العربيه؟ ما احنا بناخد معدل متوسط قدامك اهو، في المعدل اللي موجود قدامنا ده، ماشي، معدل متوسط. معدل التسارع بيختلف مش بس على نوع العربيه، بيختلف على حسب نوع العربيه، على حسب ميل الطريق، على حسب انت عندك مسافه انت وانت ماشي، بتبقى شايف العربية اللي قدامك اللي جاية من الاتجاه التاني وبتقدر المسافة ما بينك وما بينها. احنا هنا مش بنتعامل على الحالة الفعلية، احنا بنحط مسافة تقديرية نعرفها ونحسبها قبل ما نصمم الطريق عشان احنا كديزاينرز نحاول نوفر المسافة التقديرية دي، خصوصا المنحنيات. ايه الاماكن اللي فيها الناس مش شايفة بعض؟ على فكرة لو الطريق كله خطوط مستقيمة الناس شايفة بعض وزي الفل على فكرة، وعندهم مسافه طويله جدا لو ما فيش، لو خط مستقيم انه يبقى شايف الطريق كله، الطريق كله مكشوف قدام. لكن احنا ما عندناش اي طريق بيبقى خط مستقيم الى ما لا نهايه، تمام. زائد حاجه تانية، مش احنا كده كده بنعمل ميول لفوق وميول لتحت، بقى في منحنيات كمان ايه راسيه، صح؟ فانا هنا بعمل ايه، انا بحاول احسب مسافه الرؤيه المتوسطه تقريبا، ماشي، المطلوبه، ماشي، عشان انا وانا بصمم احاول لما اجي اعمل منحنى اوفرها عليه، سواء كنت بتكلم بقى على منحنى افقي او بتكلم على منحنى راسي، ماشي. فالقيمه اللي احنا بنحطها هنا هي قيمه متوسطه لمعدل التسارع، مش لازم قيمه التسارع الفعليه بتاعه كل عربيه. لو سمحت يا دكتور، هنا البي برضو الافريج سبيد ولا السرعه التصميميه؟ لا، الافريج سبيد الباسنج بي. آه. ماشي. هو اصلا
حتى لو هو كان ماشي على السرعه التصميميه هو تعطل ورا العربيه البطيئه ماشي، فاحنا هنا بنقول افريج سبيد وباسنج فيكل. تمام. طيب عايزين نحسب قيمه الدي 2، احنا كده حسبنا دي 1، عايزين نحسب قيمه الدي 2. احنا قلنا قبل كده دي 2 تاني نفكركم بيها هي المسافه اللي العربيه هتمشيها في الحاره المعاكسه ماشي. فقال لك الدي 2 بتساوي 1.47 دي في تي 2 ماشي. يعني ايه الكلام ده؟ ال 1.47 في السرعه في الوقت ال تي 2 دي، قال لك تايم سبنت باسنج ان ذا ليفت لين، في الوقت اللي العربيه قضته في الحاره المعاكسه ماشي. قد ايه بقى؟ برضو افترض له قيمه من 9 ل 11 ثانيه، من 9 ل 11 ثانيه وال10 طبعا از افريج. طيب انا كده حسبت الدي 1 والدي 2، باقي لي احسب الدي 3 والدي 4. حد فاكر الدي 3 والدي 4 هما ايه؟ الدي 3 قال لك الكليرنس ما بين العربيه اللي بتعمل عمليه التجاوز والعربيه اللي جايه في الاتجاه المقابل، ودي 4 المسافه اللي العربيه اللي كانت في الاتجاه المقابل مشيتها واحنا بنعمل ده كله. تمام. فقال لك الدي 3 الكليرنس ديستنس، ده بيتغير من كام لكام؟ قال لك فاريز من اول 110 فيت لحد 300 فيت ماشي. دي 4 ديستنس ترافل باي اوبوزنج فيكل ديورينج ذا باسنج مانوفر، العربيه اللي في الاتجاه المقابل المسافه اللي مشيتها في الاتجاه المقابل. وقال لك دي 4 يوجوالي تيكن اس تلتين دي 2، يقول لك ان هي تقريبا يعني بتساوي تلتين دي 2. خلاص طالما عرفنا نحسب دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4 يبقى احنا عرفنا نحسب ايه؟ الباسنج سايد ديستنس. ده برضو جدول قدامنا اهو للباسنج سايد ديستنس ماشي. وجدول محادات المتريك، محادات المتريه او الستاندرد يونتس، والوحدات يو اس كاستمري، وحاطط لك الرينج بتاع السرعه وقيمه الباسنج سايد ديستنس وحاسبها لك. مره حاسب لك الدي 1 وحاسب لك الدي 2 وحاسب لك الدي 3 وحاسب لك الدي 4 وبعدين حاسب لك التوتال ديستنس بتاع الباسنج سايد ديستنس. طب احنا عايزين نحسبها ليه تاني يا شباب؟ عشان لما اجي اصمم طريق وفي منحنيات سواء كانت المنحنيات افقيه او راسيه اقدر اوفر مسافه الرؤيه دي على الطريق وانا بصممه، اقدر على الطريق القيم بتاعه مسافة الرؤية سواء كانت مسافة الرؤية للتوقف أو مسافة الرؤية للتجاوز، إن أنا أحدد طول المنحنى لو بنتكلم على منحنى رأسي، وأحدد نصف قطر المنحنى لو بنتكلم على منحنى أفقي اللي يحقق لي مسافة الرؤية دي. ماشي. الجدول أهو لما بيحسب كل دي لوحدها وبعدين بيجمعهم عشان يجيب التوتال ديستنس بتاعت الباسنج سايد ديستنس، والجدول الثاني أهو قيمة الباسنج سايد ديستنس على طول بكده. وبرده هتلاقوا دايما افندم الجدول اللي فات، الجدول اللي فات الترجمه بتاع الكلام يعني اوكيوبيشن اوف اوف حاجه، الجدول كده فيه كذا كلمه مش معناهم مش ظابط. كلمات مش واضحه بالنسبه لك؟ كمعنى بص يا سيدي باختصار كده، الجدول اللي قدامي اهو الديزاين سبيد نقصد بيها السرعه التصميميه، على اليمين مايل بير اور وعلى الشمال كيلومتر. اللي كان قبل ده الجدول اللي كان قبل ده ماشي. بص يا سيدي هو هنا بيشرح لك كل مكونه من مكونات المسافه، فبيقول لك الكومبوننتس اوف باسنج مانوفر، حسب الباسنج سايد ديستنس دي مانوفر يعني مناوره ماشي، مناوره التخطي تمام. فبيقول لك الانيشال مانوفر بدا يبقى طبعا انيشال مانوفر اللي هي المناوره الابتدائيه، فكر اصلا في التجاوز وخدت قرار ان انت تنقل الحاره العكسيه، فهنا يقصد الدي 1 وهو حتى كاتبها تحته، قال لك الافريج اكسلريشن قد ايه وحاطط الافريج اكسلريشن كقيم. القيم اللي هي على الشمال على اليمين سوري اللي هي قلنا 1.4 من 10 لحد 1.5 مايل بير اور لكل ثانيه، دي لما يحولها لكيلومتر بير اور لكل ثانيه ماشي. فالقيم 2.4 و2.3 من 10 و2.37 من 100، القيم المقابله 1.4 من 10 و1.43 من 100 وهكذا لحد 1.5. الوقت التي 1 ماشي اللي احنا قلنا برضو ان هي من 3 لايه؟ ل 5
ماشي، فمعوض بقيم مختلفة ليها. الـ D1 هي المسافة زي ما قلنا كده، الـ D1 اللي احنا شرحنا إنها مسافة الاستيعاب واتخاذ القرار والانتقال للحارة العكسية. Occupation of the left lane، مش احنا قلنا الـ D2 هي المسافة اللي العربية بتمشيها في left lane، في الحارة المعاكسة. Occupation of the left lane هي يعني occupy يعني يشغل، ماشي، أو يحتل. فoccupation of the left lane الوقت اللي العربية فيه موجودة في left lane، تمام؟ فبيحسب لك قيمة D2. الكليرنس لينث، مش احنا قلنا بعد ما يتم التجاوز ويخلص خالص في الحارة العكسية وتم عملية التجاوز عايز يرجع تاني للحارة اللي هو كان ماشي فيها، صح؟ واتفقنا ان دي ثلاثة هي مسافة الكليرنس، الخلوص ما بينه وما بين العربية اللي جاية في الاتجاه المقابل. ما ينفعش يخش العربية الليفت لين وبعدين بعد كده يجي في الاخر لما يجي يرجع للحارة بتاعته تاني يلاقي العربية اللي هناك لزقت فيه، خبطت فيه، ماشي. فبيقول لك ده اسمه clearance lens اللي هو دي ثلاثة. الopposing vehicle، opposing يعني العربية اللي جاية في الاتجاه المقابل، opposite جاية من opposite، أكيد خدتوا opposite زي زمان اللي هي العكس يعني، ماشي. Total distance جمعهم ايه بقى تاني؟ عايزنا نترجم لك الكلام اللي تحت. In the metric، ده دينو in the metric portion of tables، ملاحظة عليها خالص، بيقول لك في المتريك الجزء المتريك من المنحنى، السرعة بالكيلومتر بالاور، الاكسلريشن ريت كيلومتر بر اور بر سكند، المسافة بالمتر، بيشرح لك الوحدات فقط، ماشي. In the US customary السبيد بالمايل بر اور، الاكسلريشن مايل بر اور على السكند، هو ده اللي انا قلته لك برضو، والديستانسز بالفيت. ايه تاني مش واضح دكتور؟ انا ليه باخد دي 4 معايا اللي هي الديستانس بتاعت العربيه الثانيه؟ يعني ليه باخدها معايا في حسابات طول الطول اللي عندي ده؟ يعني ايه اللي بتاخدها معاك في الحسابات؟ دي 4 دي المفروض اللي هو الوقت اللي هو المسافه بتاعت اللي مشيت العربيه اللي موجوده في الطريق الثاني اللي هو الطريق المعاكس. إيه واخدها معايا ليه؟ يعني انا ضايفها ليه على دي 1 و2 و3؟ مش انت لازم تشوف العربيه اصلا؟ انت امتى بتعمل عمليه تجاوز؟ يعني فلازم اشوف العربيه اللي موجوده في الطريق، لازم تبقى معاكس. شايف؟ لا طبعا لازم تبقى شايف وكاشف الطريق، انت لازم تبقى كاشف، ماشي. فانت لو مش كاشف ومش عارف العربيه فين اللي انت هتعمل التجاوز في الحاره بتاعتها، ماشي، مش بالضروره تنجح في عمليه التجاوز بامان، صح؟ تمام. فانا لازم ابقى شايفها، طالما انا شايفها يبقى مسافه الرؤيه وصلت لحد فين؟ لحد عندها، تمام؟ تمام جدا، تمام. فعشان كده دي 4 بتخش معايا في الحسابات. تمام جدا. واحنا ليه بنعمل كده؟ لان الامان ان انت المسافات دي كلها لحد العربيه تبقى شايفها قدامك وعارف تعمل عمليه تجاوز وفي ايه. تمام. اوكي. تمام جدا. ماشي. حد عنده سؤال تاني؟ ما فيش بريك يا دكتور. في بريك والله، بس يعني ممكن نخلص قصة الرؤية دي بقى لأن ما عادش الا تو سلايدز كده، وناخد بريك وبعدين ناخد الكروس سكشن. انا تعبت والله. انا كمان، انا اصلا انتوا على فكرة انتوا قاعدين ساكتين وبتسمعوا وانا بتكلم، الكلام المتواصل ده متعب على فكرة. خلينا نبص على تو سلايدز كده، هما تو سلايدز، محاضرة 3 ساعات. بدأ امتى اصلا؟ بدأ 10:30 بالظبط. بدأنا 10:30 بالظبط. اها. ايه؟ انا جيت 10:30 لخمسة بس ما رضيتش ابتدي الا 10:30 ودقيقة كمان. ودقيقة. صدقني ودقيقة اصلا دقيقة قوي. تمام. ماشي، هنبص على التو سلايدز دول هنبص فيهم، ما فيش فيهم بقى لا معادلات ولا أي حاجة خالص. صور يا عم، صور. ماشي؟ بص على الصور. هي الفكرة إن احنا حفظ ولا هتدي لنا معطى بس؟ المعادلات دي؟ لا حفظ. حفظ ان شاء الله حفظ. دول معادلتين اساسا. لا يا دكتور، دول كتير يا دكتور. يعني إيه؟ لو مشينا بالمعدل ده، بالمعدل ده طول الترم كده هنتعب يا دكتور. جيفن يا دكتور باذن الله. لا دول معادلتين. احنا على في الترم كله هناخد 6 معادلات اساسا. كتير والله. ده احنا بنتعب من معدل. الف سلامة. الف سلام عليك. ماشي، نكمل التو سلايدز اللي فيهم شويه الرسومات دي.
هي احنا هنا مش هنتكلم في تصميم، لان هنا في الحاله دي احنا بنتكلم على انواع من السايد ديستانسز مهمه جدا، اللي هي ايه السايد ديستانس في الانكنترولد انترسكشنز، وفي التقاطع مع خطوط السكه الحديد اللي هي بنسميها الريل رود كروسنج. ماشي، احنا مش هناخد معادلات، بس لازم نفهم ان احنا لما نيجي نعمل تصميم للتقاطعات دي كل حاله على حده لازم يتم دراستها. ماشي، ولازم يتم دراستها بناء على التقاطع، والتقاطع ايه اللي مكشوف منه، لان في تقاطعات احنا هنخشها هنلاقي التقاطع مكشوف وجميل وما فيهوش اي مشكله خالص والناس شايفه بعض، وفي تقاطعات اخرى هنلاقي لا ده في مباني على يعني لو التقاطع على مدين مثلا فور ليج انترسكشن، شارعين متعامدين على بعض فالمباني في كل اتجاه، فكده الناس مش شايفه بعضها. تمام، او تقاطع على خط سكه حديد والدنيا مكشوفه حوالين خط السكه الحديد، او في حاجه او شجر او حاجه مغطي، فكل حاله من الحالات دي احنا بنتعامل معاها على حده. يعني ايه بنتعامل معاها على حده؟ بنبتدي ندرسها لوحدها على حده بمسافات الرؤيه بتاعتها بكل حاجه. ماشي، الفكره في ان زي ما قلنا كده لو في اوبستراكشن، طبعا في حالات ما بيبقاش فيها اوبستراكشن ولا حاجه، وفي حالات تانية لا فيها عائق زي العائق اللي قدامنا، فبيبقى خط النظر للسائق ما بين القطر وما بين العربيه على حرف الاوبستراكشن ده. فبنبتدي بقى ندرس المسافه من العربيه لحد التقاطع بتاع خط السكه الحديد قد ايه، المسافه كمان بتاعه القطر نفسه وهو جاي، هل العربيه هتقف وتستنى القطر ولا هتعدي قبل القطر، كل ده بيتحدد بناء على دراسه كل حاله على حده، ونبتدي نحسب على اساس السرعات برضو المسافه قد ايه، ونشوف العلاقه ما بين المسافات المختلفه دي قد ايه، لان ممكن نيجي من قبل بقى التقاطع بكتير ونكون محددين السرعه التصميميه في المنطقه دي، السرعه التصميميه تختلف عن السرعه التصميميه بتاع الطريق كله، او نعمل تطوير لمزلقات السكه الحديد ويبقى ليها اشارات هنا تبقى كنترول يعني. فده بيبقى على حسب كل حاله على حده. ماشي، ولازم يتم دراسه وتصميم كل حاله على حده. حضراتكم احنا المفروض بعد البريك ان شاء الله ناخد الكروس سكشن اليمنتس، فهنسيبكم لان انتوا بقالكم اكتر من ساعه ونص دلوقتي تريحوا شويه. ماشي، اللي عايز يصلي فيكم الظهر يتوكل على الله، انا هروح انا كمان اتوضى واصلي الظهر وبعدين هرجع كمان ربع ساعه. كويس، ماشي ربع ساعه كويس قوي صح؟ طب خليها تلت ساعه. لا هو ربع ساعه، هو ربع ساعه. هتغدى ايه الساعه 12 يا ابني؟ هتغدى ايه الساعه 12؟ انا صاحيه الساعه 7 وفطرت الساعه 10 قبل المحاضره. ماشي، روح بس صلي كده وكلك سناك بسرعه. ماشي، وانا اروح اصلي انا كمان وارجع لكم تاني كمان ربع ساعه باذن الله. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور.